بالعالم كله لما منشوف كلمة هاند ميد أو صناعة يدوية منتأكد أنه رح نحصل على قطعة فنية جيدة الصنع فيها من الابتكار، الإبداع، الإتقان، الدقة وفيها الكثير من روح الفنان. جوه البيت الموضوع مش عفش وخلاص، أهم حاجة الاهتمام بالتفاصيل، لأن التفاصيل الصغيرة دي بتدي البيت رونق مختلف. أنا مهندسة فسانت الرملي، مهندسة معمارية متخصصة في التصميم وفي الديكور. جاتلي فكرة الديكور وتصميم إكسسوارات البيت، أنا شايفة أن هي حاجة أساسية مكملة لشغلي. أنا بهتم بالعمل من أوله، من أول ما ببتدي أصممه مثلا بيت وأصمم الفرش بتاعه، وأبتدي بعد كده أصمم الإكسسوار البيت لغاية لما أعمله كل الديكورات النهائية خالص. أنا شايفة أن دي حاجة متكاملة على بعضيها، لازم أنا أعملها على بعضيها عشان في الآخر الصورة تطلع متكاملة وجميلة. كنت حريصة جدا أن أنا يكون عندي، أحاول أجمع في الجاليري هنا كل أنواع الفن وكل أنواع الحرف والحرف التراثية بالذات. الفرش بالطريقة المصري والعربي، أنا حتى القماش ده على فكرة أنا اللي بصممه، لأنه أنا شايفة أنه ماشي للستايل اللي هو العربي أو الأفريقي اللي بيمشي معايا، مع الطابلو الزيت، مع ممكن مثلا بعمل نوع تاني من الفن هو رسمة على الخشب، هنا رسمة على الصواني، بحاول انوع شويه، شغل حفر على الخشب، شغل كله حاجات تنويعات شويه في الشغل، مع ان انا حريصه قوي 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 من الحاجات اللي بحبها جدا الى قلبي بقى اللي هي الحاجات اللي اطلع الفرش بالستايل العربي كده. الهاند ميد حاجه ملفته، ومهما كانت بعيده عن ذوقنا محدش يقدر يقول انها مش حلوه ومعمول فيها مجهود. الهاند ميد ده يعتبر من الحاجات العميقه او الجامده قوي ان فنان اللي هو عملها. الفنان بمعنى الذوق، بمعنى الوقت، بمعنى الصبر. أنا فايتة من المكان ولقيت كلمة يشمك، حسيت إنه لا، الكلمة دي يعني بتدي الطبيعة بتاعت زمان وأيام بقى، يعني العصر الغوري والملكي والحاجات دي. حسيت إن أنا عندي حب إن أنا يعني أتفرج على الحاجات دي، داخلة عشان أتفرج مين الاسم ده وايه الحاجات اللي شدتني من الفاترينا من بره، فاضطريت ان انا ادخل عايز اخد كل حاجه بصراحه. احيانا بحتاج في شغلي اجمع موتيفات من جميع المحافظات مصر، موتيفات قديمه بشتغل بيها، وساعات انا ممكن ببتكر احتاج حليه معينه انا اللي ببتكرها، مثلا اشغلها بالنحاس واديها الطابع القديم. دلوقتي انا هبتدي، حضرت خلاص الرسمه بتاعتي اللي انا هبتدي اشتغل بيها، هبتدي اقص حواليها. لو ابتدي هبتديها بايدي بسيط، وهبتدي اخد الكله بتاعتي. دي حاجه مثلا خلصانه، دي ورقه مطبوعه عادي جدا يا جماعه، بس انا الاول ده صندوق قديم خالص، علبه انا بعملها زي القديم، بديها لون الاول، بدهنها كلها لون، وبعدين بحط الصوره اللي انا عايزاها، وبعدين ببتدي ادي رتوش ممكن بالقلم اللون الذهبي كده زي الحاجات القديمه، ببتدي اشتغل في سلكه صنفره، في صنفره كده بشتغل بيها اجرح بيها، بدي كل الحاجات دي، يعني دي اذواق عشان تدي شكل زي الحاجات القديمه. والمهندسة بسنت الرملي بضيافتنا من التقرير إلى الاستوديو، وهي مديرة مركز يشمك للفنون والتراث ومصممة مجوهرات ومكملات أناقة. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك بضيافتنا، وأهلا وسهلا كمان بكل هالإشياء الحلوة اللي زينت الاستوديو. يعني عايشتينا عن جد بأجواء تانية ومختلفة، بتذكرنا بروح الماضي، الروح اللي افتقدنا لها. بالظبط كده، الماضي الجميل. صح، الماضي الجميل. أنا أشوف الصور وذكريات، تخيلي حالك بغير عالم. هيدا العالم كيف قررتي تدخليله بالبداية؟ كيف اخترتي؟ لا، أنا في من زمان، أنا أساساً والدي ووالدتي مهندسين معماريين، مهندسين فنانين تشكيليين،
فانا من زمان بشتغل معاهم، وهم من الناس اللي بيحبوا قوي الشغل المصري الاصيل التراثي اللي فيه كل الايتمز المصريه دي، فانا بشتغل معاهم فيه من زمان، فانا طالعه حباه جدا. صحيح دخلت قسم العماره بس في كليه فنون جميله، لاني برضو عرفت انا كان نفسي اتخصص في ديكور، بس برضو انا عرفت ان الفن بيبتدي من العماره، وكنا بندرس دايما العماره هي ام الفنون. فعشان كده انا شايفه انه كله حاجه مكمله على بعضها ومرتبطه ببعض البعض. كله وانا اتخصصت كمان في التصميم. فانا شايفه انه العماره هي ام الفنون، والباقي كله ده فن من اول بقى. يعني يعني انا بستغرب لما حد يقول لي ايه علاقه مثلا المكملات الاناقه والاكسسوارز بالديكور وبالعماره. هو كله فن، كله تصميم، يعني كلهم اذا بدك وظفتيهم لخدمه الجمال، وهذا اللي رح نشوفه رح نتعرف عليه من خلال هالقطع الحلوه الموجوده معنا. ما بعرف من وين بدي ابتدي معك بيستند، بس بدي اقول لك من يلي اكثر شيء انا شخصيا لفتني الكرسي والعلبه الخاصه كمان بالمحارم للقطع اللي بنحطها على كرمال الكبايات وغيرها، كلها مستوحاة من الأفلام القديمة، وهيدا بتخيل مقبول ودائما مطلوب بكل الأذواق طبعا. يعني هيدا ممكن عمل كورنر بالبيت يكون موجود فيه. ليش رحتي على هيدا الاتجاه وقديش عليه إقبال عندك؟ لا ده في اقبال كبير قوي. انا حاسه انه الناس دلوقتي ابتدت ذوقها يتغير، ابتدوا يحسوا انه لما ابتدوا يشوفوا الحاجات الجميله ابتدوا يشوفوا حاجات جديده شويه عن الحاجات اللي بتبقى مستورده وما فيهاش اي حاجه. لا ابتدوا يبقى عندهم تذوق فني جميل جدا. بالعكس الحمد لله انا بلاقي مصريين. هيدي الكرسي اللي عم نشوفها العريس يصل غدا ست البيت وحلوه وكذابه، هم مجموعه من الافلام كمان صورهم بيجي كمان بيكملون. بصي الفكره هي علبه المحارم دي مجرد سامبل لحاجه لفكره، اوكي؟ هي ده فكره برضو لنوع من انواع الفن اسمه كولاج. الفكره ممكن بقى تتحقق بحاجات كتيره جدا، يعني ممكن تتعمل، ممكن مثلا تعملي كرسي فيه صورك مثلا، انت بتطوري الافكار بقى. انا بحط سامبل ممكن عندي في الجاليري، هدول اللي عم نشوفهم كمان اللي مكملين للفكره. سعد حسني، مجدة، ميمي شكيب، مجموعه من الافلام، وكمان في العلاقه الخاصه فيهم، لكن هدول مطلوبين وحسب كمان اختيار الزبون او الزبونه. اذا حبت تحط صورها الخاصه صور عائلتها كمان فيكي تضعيهم على هيك علب او حتى على كراسي بهذا الشكل. في مبدا دايما في الفن انه ما فيش حاجه ما بتتعملش، ما فيش حاجه مستحيله، والافكار والابداع ملوش حدود. صح. فبيجي حد بيبتدي معايا بفكره بسيطه يقول لي انا عايز اعمل حاجه، بتبتدي تتطور الفكره، مفيش حاجه ما بتتعملش. اي يعني دايما اقول للعميل انت احلم واحنا بنعمل لك اي حاجه. حلو. بس الروح الشرقيه هي اللي طاغيه اكثر. البيوت اللي اوكي البيوت المودرن او العصريه جدا، قديش في اذا بدك مساحه لهالنوع من الفن ببيوتهم، ولا مش كثير مطلوب مع اللي بحب كثير مودرن؟ لا حتى اللي بيحط مودرن بيحتاج، اصل خلي بالك الحاجات دي بتتاخد كورنر. مثل ما كنت عم اقول هو بالأول. ممكن يعني هو ممكن البيت كله عادي جدا، لكن في الاخر هو بيحط كورنر واحد في بيته بيدي طعم جميل مختلف خالص. صح. اشرحي لنا طيب عن القطع الموجوده اللي معنا. بلشي من الكرسي اللي انا قاعده عليها هيدي كمان ممكن تكون كورنر او زاويه بالبيت بالضبط. ممكن يكون حدا قطعتين كتير مودرن الترا مودرن وتجي هيدي الكرسي كلاسيك. بالظبط. ممكن يبقوا دول كرسيين نفرجيها للمشاهدين بهذا الشكل. يعني دول ممكن يبقوا كرسي نفس دوت كرسيين جنب بعض. بيتعمل ممكن مثلا في الانترنس في كورنر لوحده، ممكن مثلا زي يعني برضو قليل قوي في مصر اللي بيعمل، ما شفتش حد. انا دخلت الجلد ماتيريال الجلد في الفرش اللي عم نشوفها بهيدي القطعه. صح. الكومود ده معمول بالجلد. فبرضه تطعيم الجلد بورسي مع شغل برضه الدبابيس النحاس والشغل العربي. ما هو خلي بالك برضه ان ماده الجلد دي ماده شرقي جدا يعني. صح. وحتى مكمله اللي شايفينه بهذا الشكل. الحقيقه انا بس علشان يعني ايه، انا عامله تكمله كده، لكن يعني انا برضه اللي بعمل اكيد. انا يعني انا مثلا بنقي ساعات بحب اخد حاجات قديمه شغل نحاس قديم وكده، وبعدين ببتدي انا بقى اكمل عليه بذوقي. انا اللي عملت له، اللي رحت مصنع عملت الازازة التركواز عشان يمشي مع القماش بتاع الكرسي. نفس الحكايه ده ممكن مثلا بيبقى قصاده بنعمل برضو مثلا سجاد معمول يدوي، بدخل فيه كذا ماتيريال مع بعض مثل السجادات الموجودين هلا كمان.
معنا، ممكن كمان الوسادة الكبيرة كمان. ده يعني مجرد تكملة ديكور، لكن انا اقصد هنا انه في بقى انواع، يعني انا حريصة هنا ان انا جايبة انواع مختلفة من الفن. ده كولاج على اللي هو نفس فكرة دوت، اللي هو بقدر ارسم يا اما الزق حاجة. دي شوية لو حد مثلا عايز يجدد حاجه، دي بتبقى منتهى البساطه في البيت، ممكن بيجيبوا اي طباعه واي رسمه ويعملوها بالاسلوب دوت زي اللي عملته في التقرير. ممكن يعني واحد يقدر ينفذها ببيته، يجدد اي ترابيزه عنده سيده يقدروا يعملوا بالطريقه دي، او حتى يجيبوا لك اياها. صح بسنت ولا لا؟ بتفضل تشتغلي على ساعات ناس كتير قوي بتيجي تقول لي انا عندي هالقطعه خلاص انا مش عارفه هعمل ايه او زهقت منه بجدده. حتى الطاولة البيضاء اللي عم نشوفها روح مختلفة عن اللي شايفينه. هي روح مختلفة. أنا عايزة أقول لك اللي يعني لو بصيتي لكل رسمة صغيرة فيها والتفاصيل كلها عبارة عن الوحدات التراثية المصرية، النخلة والحمامة، هتلاقيني دايما متأثرة جدا بكل الأيتمز المصرية، حتى الحصان ده الحصان المصري على فكرة. بعد كده برضو هنا الأريكة ديت معمولة بنفس كتير حلوة كتير حلوة والفضة الموجود فيها، وهيدي كمان التطعيم القديم من حسة. ممكن حد بيجي يقولي طب أنا ممكن أعمل بقى معيها برواز مراية بنفس الأسلوب، بنبتدي نطور مع بعض. ممكن هيدا كمان يروح معه صح؟ طبعا طبعا. اللي عم نشوفها المراية بهيدا الشكل برضو ده أنا بعمل طبعا برواز زي القديم شوية، وبعدين كمان بصي بدخل معي القماش ده اللي هو القماش بتاع البدو شمال سينا. فببتدي ده شغل بتاعهم، فانا برضو بحاول اخد حاجه من الروح المصريه. ممكن تتعمل في برواز، ممكن تتعمل في كوشن كده خدديات بالاسلوب دوت. ممكن كمان كرسي تجي الى جانبهم مثل ما قلنا تنوضع بشكل كورنر مع هيك اللوحه اللي شايفينها حدنا. دي نوع تاني من الفن طبعا اللي هو الاتشنج او الحرق على الجلد. في انواع فن مختلفه، يعني ده ممكن ده جلد طبيعي بيتعمل عليه حرق، بس برضه لو تاخدي بالك ده كلها الموتيفات المصريه والبنت والولد وفانوس رمضان والبيت المصري. نفس الستايل معمول اللي تحتيه ده مثلا اباجور ازاز مع الشقه. انا عايزه اقول لك انه في حتى ماده الجلد ممكن تعمل فيها كذا حاجه، ممكن بستعملها كده زي ما قلنا في كيسه الكومود، او بقدر اعملها في بالحرقه على الجلد، او اقدر اعمل رسمه على الجلد. هلا هدول خلي لي اياهم. بس انا لا انا بقول لك يعني الفكره الافكار في يعني الفن حاجات كثيره جدا. حتى هيدا ممكن نعلقها لحالها يعني من دون ما تكون ستاند لها، ممكن كمان نستخدمها بطريقه مختلفه حسب كل واحد ذوقه هو شو اللي بده اياه. صح. حتى الترابيزه الصغيره بنشوفها يعني كثير صغيره، ولكن بنحسها اوقات بتخدمنا بالصالون وين ما نكون موجودين. ليه هون كمان موجودين على شمالي؟ بصي انا بحب قوي الوحده اللي تحت ديت، وفي منها في منها ساعات بعمل لها اضاءه من ورا. هيدي شو كيف نقدر نستخدمها؟ بصي هي دي عليها عشان انا جايبه حاجه صغيره معايا. ممكن يبقى في منها لمبادير بيبقى وراء اضاءه. لو اتحط مثلا في كوريدور او في اي حاجه حواليها حوائط، عايزه اقول لك ان التفريغ دوت بيعطي انعكاس الاضاءه بتطلع من دوت بتعكس على الحوائط، فبتدي شكل جميل جدا. وطبعا برضو كلها الموتيفات المصريه. ممكن واحده مثلا جات لي قالت لي انا عايزه اعمل زي مشربيه او حاجه اغطي الشباك بتاع البلكونه عندي، قلت لها بدل ما تعملي مشربيه العاديه احنا ممكن نعمل كله خشب اركيد بالطريقه دي مفرغ. عايزه اقول لك انه اضاءه الشمس لما بتدخل من شكل بقى زي طابلو وداخل منه اشعه الشمس، حتى بتخيله انا بقلب داخل البيت يعني نوع من ديكور، يعني مثل اباجور مثل عرفتي كادر كتير كبير كمان موجود بالصالون بيعطي هيك ستايل حلو وجديد طبعا حتى على البيوت المودرن. هلا كمان اللي عم نشوفها بصي انا عايزه اقول لك حاجه، انا عاشقه كل ما هو يدوي حتى بصراحه لو مش مصري. انا بحب التراث المصري قوي، بس دي برضو قطع دي عايزه اقول لك دي بتاعت شرق اسيا، دي مش مصري. بس دي كلها يدوي بدخل معايا زي فكره التامين المصري، بدخلها معايا في الشغل لانه برضو انت بتشوفيها بتحسي بقيمه. اي حاجه مشغوله يدوي ليها قيمه تانية خالص. هون الاختلاف ساعتها بين اللي بنشوفه بالسوق او شغل المعامل والمصانع وبين الصناعه اليدويه. دي الفكره اللي عايزين نلغيها بقى، يعني دي اللي نفسي انها الناس تبطل تشتري الحاجات المستورده البلين الفاضيه اللي ما فيهاش حاجه خالص. احنا ما بنقولش ان احنا نعمل حاجه زحمه قوي ولا دوشه قوي، هنقول ان احنا بس نبقى لينا هويه مصريه، يبقى لينا تميز في شخصيتنا. ليه بدل ما الصين او غيرها من البلاد بيدخلوا لنا هم افكارهم، ليه احنا ما نصدرش
شكلنا المتميز بتاعنا. احنا عندنا فنون جميله جدا، لو خرجنا احنا الهويه المصريه بتاعتنا بره في كل اشكال الفن صدقيني العالم كله هيحبها صح جدا. صح، واكبر دليل بنشوف اكبر المصممين العالميين يمكن من ناحيه اللبس او من ناحيه الاساس او طرح الافكار صاروا بيستوحوا من النماذج الشرقيه طبعاً. يعني الكتابات العربيه، الموسيقى حتى اللي اندمجت معهم. فليش احنا بدنا ناخذ الافكار دائما السلبيه من الخارج، ما مثل ما عم بتقولي نصدر حتى افكارنا. تمام، وعايزين كمان نغير فكره الشباب نفسه في الشباب المصري دلوقتي ما مش عارف قوي قيمه الحاجات اللي عنده. فانا دلوقتي بحب حتى دخلت في موضوع مكملات الاناقه لان انا نفسي اوصل رساله بصراحه، نفسي ان البنات المصريين، البنت اللي رايحه الجامعه، اللي ماشيه في اي حته تكون لابسه ولو حاجه بسيطه فيها شغل مصري بسيط. تاكيدا على اللي عم بتقوليه بسنت، في عنا هالمجموعه من الاكسسوارز كمان اللي بتسهل كمان حياة البنت وبتعرفها على إذا بدك تقليد وروح الشرقية. أي حد لازم يبقى عنده قطعة قيمة شوية. جلد طبيعي مادة غنية جدا جدا. دي شنطة جلد طبيعي كلها متخيطة يدوي، مجدولة يدوي، ومضاف لها برضو قطعة قماش يدوي. فلازم البنت يكون فيها حاجه كده لمسه. انا عشان كده برضه بعمل حاجه لايه، مكملات الاناقه اللي هي اللمسه الاخيره اللي بتدي تميز. طيب بتعملي قطع كتيرة ولا لا؟ كل قطعة إذا بدك موديل قطعة واحدة؟ أنا معترفة، أنا 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 مصنفة نفسي فن القطعة الواحدة. سواء في الاساس او في الديكور او في الشغل بتاعي مكملات الاناقه والحاجات ديت. مفيش فن بيتعمل بالانتاج، مش مقتنعه بكده خالص يعني. لحتى يكون في له تميز ويكون في طبعا اقدر اعمل انتاج وكل حاجه لكن وبيطلب مني انتاج، لكن ده حاجه وان انا بقدر اطلع احساسي في قطع معينه. لا، القطعه دي يعني مثلا دي انا بحب الشنطه دي قوي، دي كانت اول حاجه ارسمها. شنطه جلد طبيعي مرسومه. احمليها بايدك مالي معروف بس خلينا نشوفها في الكاميرا. ليه عم نشوفها؟ اوكي، انا بحبها جدا وعايزه اقول لك انا يعني بعمل غيرها كتير، لكن في حاجات كده محببه لقلبك، بتحسي انت بتطلعي قطعه ما بتطلعيش زيها تاني. بتحسيها صارت مثل واحد ولد من ولاده يعني بس تنباع القطعه تحزني عليها ولا انا كتير في حاجات مش ببيعها كتير عن جد؟ والله اقول سوري جدا، في حاجات كده ببقى مش عايزه. دي عزيزه ما اقدرش عليها يعني. قطع اللي بتبقى بحس انها يونيك قوي يعني. والحزامات كمان الحزام ده لو كنت شفتي الفيست اللي كنت لابساه في التقرير، هو مجرد بس متطعم بشغل مثلا الايتامين دوت. ساعات بعمل مثلا مع الحزام بالشغل يعني بيبقى مع الشنطه، مثلا الشنطه بتبقى مثلا بني في الاخضر مع حاجه بسيطه، تطعيم بسيط في الفيست مع الحزام. بيبقى بصي انا بطعم بحاجه بسيطه، مش بحب البهرجه الجامده، عشان كمان ما فيش واحده تقول لا انا هلبس ده ازاي او هعمل ايه. انا بحب يعني عارفه كمان الحاجات ديت بتبقى قيمتها في كل ما كانت قليله كل ما بتكون قيمه. صح، بعدين فيكي تلبسيهم على اشياء سيمبل بتبرز القطعه بالظبط، يعني بدون ما تعجقي وتحطي الاشياء فوق بعضها والالوان فوق بعضها. حاجه بلين خالص، بتحطي بس حاجه اكسسوار خفيفه، بتحطي حزام زي ده، بتمسكي شنطه. طب بس كل قد ايه بتجددي افكارك؟ يعني كل قد ايه على طول؟ لا على طول لا، انت مخك شغال على طول على طول على طول، ما يعني طول الوقت. وممكن لو جات لي اي فكره في اي وقت حتى لو بالليل متاخر ممكن اقوم اعمل لها سكتش كده سريع. بتخافي من التكرار؟ عايزه اروح الصبح بسرعه انفذها. بتخافي من التكرار؟ بتقولي ما بدي اكرر حالي، لانه انت كمان اذا بدنا نحكي بشرقي شوي عم بتحطي حالك باطار معين، يعني ما عم بتوسعي اذا بدك كثير. بتخافي من التكرار ولا على طول في افكار جديده بتستنطي افكار جديده؟ طول ما الانسان عايش لازم يكون في افكار جديده. انت بتستوحي افكارك الجديده اساسا من كل شيء حواليك، من الطبيعه اللي حواليك. طول ما انت ماشيه ولازم العين دايما بتبقى عشان تقدر تبدع لازم بتبص حواليها دايما، يعني حتى وانت ماشيه في الشارع راكبه عربيتك ممكن بتشوفي حاجه معينه صغيره جدا. انا ممكن اخد بالي من تفصيله صغيره قوي اطلع منها حاجه تانية خالص حاجه كبيره جدا، غيري ما ياخدش باله، غيري ما ياخد باله. فطول ما انا عايشه وبشوف حواليا لازم بطلع افكار جديده. الحمد لله. بسنت دايما الناس بتخاف بتقلك هاند ميد، يعني اكيد اسعارها رح بتكون اكتر او اغلى من اسعار السوق او الجاهز. شو تعليقك؟ لا بصي، اكيد اكيد ان الهاند ميد بيبقى اغلى شويه، بس هو اقيم شويه لان ده متعوب فيه، حاجه فيها تعب. وبعدين
انا ما بقى يعني انا فعلا حريصه قوي 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 ان انا انشر فكر معين دلوقتي اللي هو عايزه انشر الهويه المصريه سواء داخل مصر او بره مصر او في الوطن العربي او بره في العالم كله. فبالتالي بحاول دلوقتي ان انا ممكن بعمل باسعار اقل بكتير او يعني يا دوب هامش ربح بسيط قوي بس علشان احاول انتشر. نفسي اوصل الفكره للعالم كله. والمواد الاوليه كلها من مصر ولا كمان بتجيبي من بره تستعيني من بعض الاقمشه؟ انا مغرمه باي حاجه هاند ميد زي ما بقول لك كده. ممكن احتاج قطع بسيطه يعني انا عايزه اقول لك انه القطعه اللي في شنطتي السوداء ديت دي قطعه برضو مشغوله يدوي بس برضو من شرق اسيا. بس هي جميله جدا يعني ما هي برضو قطعه فيها فن فيها جمال. مش شرط تكون مصري بس بحاول طبعا معظم شغلي متاثر بالمصري قوي. ومن عايزه اقول لك ان احنا محافظات مصر كلها كل محافظه في مصر فيها شغل مختلف على فكره فيها نوع فن مختلف. فحريصه ممكن تلاقي عندي في الجاليري من كل نوع من محافظات مصر في حاجه مشغوله بيها. بس برضو يعني ممكن بجيب حاجات كده قطع من بره بطعم بيها للتلوين وللتطعيم مثل ما بيقولوا. شكرا لك بسنت يعطيكي الف عافيه. ان شاء الله بنلتقى كمان بافكار جديده. انا بس عايزه اضيف حاجه بسيطه صدقين. قوي كان في ابتديت اعمل الرق في التقرير. انا بس كنت عايزه اوري الناس الشكل في الاخر النهائي. الشكل النهائي اللي هو نفس فكره اللي هو فن الكولاج اللي هو زي اللي موجود على الكرسي. بس انا بوريهم الشكل النهائي عشان كانوا مستغربين هيبقى شكله ايه في الاخر. ازاي نحن رح نتابع معك مع كل جديد بخصك. اهلا وسهلا فيكي مشاهدينا. بريك صغير وبنرجع لمتابعه حلقه الليله.